وعن أخبار الطقس مشاهدينا الكرام، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تشهد أيضا البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية، نتابعها.